وما أحوج منظمة الأمم المتحدة اليوم للصوت الإفريقي، صوت الحكمة وصوت الالتزام وصوت المسؤولية، وهي تعاني ما تعانيه من جراء انهيار منظومة الأمن الجماعي، ومن جراء الشلل شبه التام الذي أصاب مجلس الأمن الأممي وحد من قدراته على التجاوب والتفاعل مع التحديات الراهنة. إن هذه الحالة التي لا تعدو أن تكون مرآة تعكس بكل مصداقية وموضوعية وشفافية الوضع المتأزم للعلاقات الدولية، لتشكل في نظرنا أكبر تهديد للسلم والأمن الدوليين. كيف لا؟ كيف لا والمجموعة الدولية تشهد اليوم التداعيات الحادة لتجدد سياسة الاستقطاب بين القوى العالمية، والتجليات الكارثية لتصاعد خيار اللجوء لاستعمال القوة كوسيلة لحل الخلافات بينها، والاستهزاء بل الدوس على الشرعية الدولية والاستخفاف بالمسؤوليات التي يمليها الانتماء إلى منظومة دولية متحضرة، ورجوع أسلوب الانتقائية في تحديد الأولويات، وهو الأسلوب الذي يفرض على قارتنا تذيل سلم الأولويات هذه. ولنا من الأمثلة الكثير والعديد عبر العالم، وبالخصوص في منطقة الشرق الأوسط وفي قارتنا الإفريقية، ما يبرز ويعلل بالقدر الكافي هذه المعاينات وهذه الاستنتاجات وهذه الاستخلاصات. ففي الأراضي الفلسطينية المحتلة أصبحت غزة المكلومة مقبرة للمبادئ القانونية الأساسية التي يقوم عليها النظام الدولي الحالي، والتي كان يفترض أن تظل مرجعاً يحتكم إليه الجميع دون تمييز أو تفضيل أو إقصاء. وإلا كيف يحرم المدنيون الفلسطينيون من حق الحماية الذي يكفله القانون الدولي للشعوب القاعبة، للشعوب القابعة تحت الاحتلال؟ وكيف لا تجد نداءات واستنجادات الأمين العام للأمم المتحدة آذانا صاغية؟ وكيف لا تقابل طلبات الاستغاثة الصادرة عن مختلف الوكالات الأممية المتخصصة بأي رد أو صداقة؟